الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وآله وصحبه وسلم. هبدي في الله اليوم إن شاء الله هنتكلم على نبات وهو نبات المرزقوش أو المرزنوش أو مرزدوش. هذا النبات كما نعرفوه مزيان أو العبقر أو السرمق من النبات من الفاصلة الشفوية. هذا النبات كيفيد في علاج نزلات البرد، يعني البرد عامة، ويفيد في علاج الربو، ويفيد في علاج السعال، ويفيد أيضا في علاج تصلب الشرايين، ويحسن أداء الجهاز العصبي، وينشط الدورة الدموية. فالنبات يحتوي على غير الطيارة، وله فوائد أخرى كثيرة. هذا كل ما نقوله على النبات، وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.